اتفقنا أيضا والقادة الأوروبيين على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح، بما سيضاعف من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون بالقطاع، فضلا عن آثار تلك العملية على تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلا. وتؤكد مصر مجددا رفضها الكامل لأي محاولات من قبل إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني قسريا من أرضيه المحتلة منذ عام 67، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. قد استعرضت باستفاضة الجهود المصرية الرامية لحل الأزمة، مع تأكيد أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أود أن أختتم كلماتي بتأكيد ضرورة توحيد رسالتنا للمجتمع الدولي لإبراز أن معاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحاء العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقاً للمرجعات الدولية، وأن التسويف في حل لتلك القضية يعرض المنطقة والعالم بأسره لعدم الاستقرار.